فرد واحد كان في بغداد، هذا الرجل في زمان الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، هذا كان من السفلة، بشر اسمه. بعد ذلك الإمام موسى بن جعفر في قصة أرشده وهداه، لما هدي بسبب الإمام موسى بن جعفر ركب وراء الإمام حافيا، ولذا سمي بالبشر الحافي. هذا الرجل التاريخ عظمه إلى هذا اليوم، قدره شخصيته 1300 سنة. لماذا هذه الشخصية؟ لأنه سلك طريق الله، سمع كلام الله. إذا كان فرد مغني وفرد زاني وفرد راقص، هل كان يحترم؟ أبدا. تاب إلى الله توبة نصوحة، كسر قنان الخمر، وأخرج المغنين والمغنيات من بيته، وطرد المطربين والمطربات، وتاب إلى الله وتزهد. وبعد مدة توفي. لا وزير كان، لا أمير كان، لا ملك كان، لا عد 1000 قصر، لا عد 50 سيارة، لا عنده أي شيء، فقط عنده شيء واحد. شو الشيء الواحد؟ الارتباط بالله. في الحديث أكو صانع وجها واحدا يكفك الوجوه، يعني ارتبط بالله، الله يجعلك شخصية، أنت كذلك، طبيب كذلك، المهندس كذلك، المحامي كذلك، الخطيب كذلك، العالم كذلك، الأمير كذلك، الوزير كذلك، الملك كذلك. أي إنسان ارتبط بالله، الله سبحانه وتعالى يربط هذا الرجل بالناس.